وبهذه المناسبة يسر أن يكون معنا عبر الهاتف من مدينة أبها الأستاذ عبد الله الهتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية. بعد التحية أستاذ عبد الله. طبعا بداية نهنئكم ونهنئ الشعب السعودي ونهنئ أنفسنا أيضا باليوم الوطني السعودي والذي يعني يصادف اليوم، وبهذه المناسبة نتكلم تنفرد طبعا العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها مملكة البحرين بالعديد من المميزات والخصائص المهمة يعني التي تجعل منها نموذجا في العلاقات الخليجية. هل لك أن تحدثنا أكثر بخصوص هذه العلاقات أستاذ عبد الله؟ أولا شكرا على الاستضافة، وأجيبها فرصة لأرفع أسمائي في التهاني للقيادة السعودية والشعب السعودي لهذه المناسبة الغالية. وحقيقة أنا أتابع تلفزيون البحرين من الظهر تقريبا، شعرت كأني في الرياض أو في جدة أو في أي مدينة من المملكة السعودية، وهذا دليل الوحدة والترابط بين المملكتين. أعتقد أنني سأذهب إلى أبعد من ذلك، لأنه ما يربط بين البحرين والسعودية في اعتقادي تجاوز كل الأعراف والمصطلحات الدبلوماسية باعتبارهما بلد واحد وشعب واحد. لو أردت أن أتحدث يعني عن هذه العلاقات أنا أحتاج إلى ساعات، ولكني باختصار أقول أنه إحنا يعني هناك العلاقات يعني اتضحت في توحيد الرؤى في المشاكل الإقليمية والعالمية، وهي دليل التواصل والود والمحبة بين القيادتين والشعبين. نعم، لو نتكلم عن أبرز يعني ملامح هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية وأيضا مملكة البحرين، هناك ملامح كثيرة، هناك توافقات كثيرة، كيف نركز على هذه الملامح وكيف نتحدث عن هذه التوافقات بين البلدين الشقيقين؟ ربما ما يشغل الساحة حاليا هي الأحداث الإقليمية. لو المراقب يلاحظ بأن السعودية والبحرين هناك توافق في الرؤى لأنه المصير واحد والأهداف مشتركة. نعم. هناك توافق في سوريا، في العراق، في قطر، في اليمن. يكفي أن المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عانت كثيرا من التدخلات الإيرانية. هذا الانسجام ساهم في تقليم أظافر النظام الإيراني، هذا باختصار على مستوى النظام الملالي الإيراني. على مستوى قطر الآن تعاني. نحن نتحدث أستاذ عبد الله عن أهم الملامح والتوافقات فيما يخص التعاون الاقتصادي، التعاون الثقافي، هناك تعاون اقتصادي، هناك تعاون ثقافي، هناك حتى توافقات سياسية أيضا. صحيح، التذكرة أنا أقول لك ما يشغل الساحة الآن هي السياسة، يعني هناك توحيد في الرأى، هناك تعاون اقتصادي. نعم. وما هو وليد اليوم منذ عهد الملك عبد العزيز والشيخ عيسى كانت زيارات متبادلة امتدت إلى ملوك المملكة أيضا إلى ملوك البحرين. اليوم احنا نشهد حراك والتعاون الاتفاقي سياسي ثقافي أيضا توحيد الرأي الشعبين. الآن ما يشعر أنه احنا مملكتين، احنا مملكة واحدة. اليوم الشعب السعودي يشعر أنه عاصمته المنامة. نعم. الشعب البحريني يشعر مع عاصمة بلاده هي الرياض، فلذلك هذا مصير واحد لن ينفك أبدا. نعم، الأستاذ عبد الله الهتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، شكرا جزيلا لك.